معلومات مع أروى أحمد. تبلغ الكلمات اللغة العربية أكثر من 12 مليون كلمة، وأقرب لغة لها هي الإنجليزية، مئة ألف كلمة فقط. نطق بهذه اللغة ما يقرب من 500 مليون إنسان، تسمى رقم الضغط، لأنها الحرف الوحيد الموجود في اللغة العربية وغير موجود في أي لغة أخرى. باعتبار أن الخط العربي من أجمل الخطوط المشهورة في العالم، تبقى اللغة العربية هي لغة القرآن المبين. قدروا وأحترموا قدر هذه اللغة، وعلموا أنفسكم أنكم تنتسبون إلى هذه اللغة العريقة.